يعني انعش الجماهير المصريه كلها والجماهير الزملكاويه بشكل خاص مع باسم مرسي. الف مبروك. الف مبروك عليك وعلى المصريين كلهم. طب قول لي بقى، جبت الجول يعني الركنه اللي ركنتها دي يعني حاجه محترمه بصراحه، تعالى كده عشان الناس كلها تشوف. بمس طبعا الكابتن ادريس السيد والكابتن ياسين فاروق. والله توفيق من عند ربنا الحمد لله، انا اخترت زاويه وحطيت الكره فيها وتوفيق ربنا الحمد لله. نحمد ربنا احنا كسبنا ومفرح جمهور نادي الزمالك كله الحمد لله. تسمح لي يعني، كان في طبعا انت ادائك اداء راقي شرف كل المصريين، ولكن ليه مسلسل الفرص الضائعه بالنسبه للزمالك؟ لا والله يا مش فرص ضائعه ولا حاجه، احنا بس يعني اخر السنه ومجهود واللعبة كلها باذله مجهود جامد جدا، فالحمد لله يعني الجون ده توفيق من عند ربنا. يعني لو ربنا موفق انا او زميلي او اي حد وحط الكره هتدخل جون يعني هو توفيق، لكن احنا يعني ما ضيعناش كتير ولا حاجه، بس الحمد لله احنا كسبنا. اهم حاجه اللي احنا كسبنا وتاهلنا الحمد لله. طب كابتن، شايف ازاي يعني المواجهات القادمه في دوري الابطال؟ يعني من الممكن ان تلاقوا الوداد المغربي، هل يعني ان شاء الله الاستعدادات ستكون بشكل سريع وبشكل قوي بالنسبه لفريق الزمالك الفتره القادمه والمحافظه على الاداء بتاعكم وللمضي قدما في دوري الابطال وتحقيق الهدف بتاعكم؟ والله احنا واخدين اجازه الفتره دي وكده، اما نرجع ان شاء الله نفكر بقى في البطوله والسنه الجديده وكده، وان شاء الله ربنا يكرمنا وديات او اي فرقه تانية. احنا بنلعب على البطوله واللي بيلعب على البطوله ما بيبصش للمنافس يعني، فيا رب يكرم الفتره الجايه ان شاء الله ونعمل حاجه لجمهور الزمالك. مليون مبروك يا باسم. حبيبي ربنا يخليك. شكرا، ربنا يخليك زميلي احمد.